الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل على بركة الله عز وجل لحفظنا لسورة الفرقان، وإن شاء الله عز وجل في هذه الحصة سوف نتعلم من الآية 45 من سورة الفرقان إلى الآية رقم 60 من نفس السورة، فعلى بركة الله عز وجل مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل نعم ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. نعم ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. زيد. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. زيد. Yeah.
وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا نعم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا أعيد وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته نعم. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل نعم ثم جعلنا الشمس عليه دليلا جل جلاله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا نعم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا نعم وأنزلنا من السماء ماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا زيد لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو ليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا زيد لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا زيد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا زيد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا مش ولا فلا انتبهوا نعم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا زيد فلا تطع الكافرين وجاهدهم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا صحيح وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أعدها وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا
نعم. زيد. صحيح. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نعم. وكان ربك قديرا. زيد. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. زيد. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. نعم. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. صحيح. وكان الكافر على ربه ظهيرا. أعيده. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. زيد. والصلاة والسلام. مبشرا ونذيرا. زيد. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت
جلاله. فسبح بحمده. صحيح. وكفى به بقلوب عباده خبيرا. أعيد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده. وكفى به بقلوب عباده خبيرا. أعيد. صحيح. وسبح بحمده. وكفى به بقلوب عباده خبيرا. زيد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده. وكفى به بقلوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن، فاسأل به خبيرا. تمام. الرحمن، جل جلاله. فاسأل به خبيرا. زيد. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. الرحمن. صحيح. فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن هكذا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. زيد. نعم. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. صحيح. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا امشي وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير ننتقل على بركة الله عز وجل إلى القراءة الفردية التعليمية أي سيدي مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال عليكم السلام ورحمة الله بسم الله يا معين ربنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا كافي بارك الله فيك ممتاز يعطيك الصحة الله ينفع بك تلاوة طيبة مباركة أحسن الله إليك ما شاء الله يا مرحبا أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله
وهو الذي في بالي، وهو الذي مرج البحرين. وهو الذي، وهو الذي، وضح الحروف. وهو الذي، وهو الذي مرج البحرين. مرج الجيم هكذا فيها شدة. مرج البحر، مرج جل البحرين. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. ملح، ملح ضمة الحاء. ملح أجاج. هذا ملح أجاج. جل جلاله. وجعل بينهما برزخا وحجرا. وحجرا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الراء تعتني بها شوية في التفخيم. وحجرا را را محجورا. تفخيم في الراء. وحجرا محجورا. 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 مشرع را. محجورا. صحيح هكذا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بين التشديد في الباء. ربك، رب، رب، ربك قديرا. جل جلاله. نعم. ويعبدونني من على مخرج الدال. من دوني، من دوني هكذا. من دون. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يضر، يضر، ضاد. يضر، يضرهم. يضرهم. ايوه. وكان الكافر على ربه. ربه. ساكن في متحرك. شوف ربه مش ربه. ربه، ربي، رب ساكن في متحرك. ربه، ربه. يلا قولها مع بعض. ايه. وكان، وكان الكافر على ربه ظهيرا. طيب. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. قل ما اسالكم عليه من أجر. مين كسرة الميم مش إلا اشترك كسرة أو مخلوطة بسكون. أي مخلوطة. إل لا هي إلا. إي إي كسرة من الأول للآخر مش مش اشترك تاخذها. إل لا إلا. من مش ناخذها من الشطر. لا لا من إلا. بي كلها إلا. أيوة. قل ما أسألكم عليه من أجر. من اسمعها مني. من أجر إلا. من أجر. نعم. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أيوة. وتوكل على. زيد شوية تشديد. وتوكل، وتوكل، وتوكل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. جل جلاله. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صحيح. الذي خلق السماوات والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. 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 أيوة. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن. للر، للرحمن. تشديد الراء. تفخيم. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. أنسجد لما. أنسجو. أنس سين. أفصح. ما تأمرنا وزادهم نفورا. فتح الله عليك. أحسنتي. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. شكونة؟ هاي مسال شاي. تفضلي ارفع صوتك ونسمعك. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل.
مد الظل مش مد صحي ترقيق وانتقال الى المفخم مد الظل هذه باهية أيوة. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم مش ثم لا هذا كله ناتج عن التقليد ثم لا ثم ثو هكا الثاء احنا عندنا رو في لغتنا في تونس نقولوا ثاء ونقولوا ذا اما اللي ما عندوش في لغته هو اللي باش يتكلف فتجده يقول اعوذ بال قل ذا قل ذا في لغتنا موجودة ولا ننطقوها احنا في كلامنا اليومي قلوا ذهب فلان ذهب موجودة ولا اللي في غير لغته الذال عندهم زي ذهب فيتكلف لأنه في لهجته اليومية ما ثماش حرف ذال تجده يقول أعوذ بال ثم صعوبة والقراءة ما هيش تكلف كما تتكلم تقرأ إذا لقيت واحد يتكلف راه مازال مش متقن هكا معيار كما يتكلم في لغة احنا نقولوا ذهب فلان ذهب الذال موجودة قال موجودة ولا أما هل يقول لي ثم ايش دي ثم تقول ثم ولا ثم قولوا ثا ولا في تونس قولوها ولا تقولوا ايش تونس كل أما حتى في ولاية ولا في جهة واحد ما يقولش ثا ناس كل تقول ثا ما علاش هالتكلف اي لا مو باش نبينها خاطر راه مشكل انت راه تو تسمعها كثير فما ناس حتى تعلمك يقول له لا ما هي ثم ما كيفش نطقها يقول له قل ثم أعوذ بال روحه مش تطلع في الذال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أعوذ بالذو تسمعوا فيها الذال فصيحة ولا مش فصيحة موجود اللي في لغته ما ثماش حرف الذال هو اللي يتكلف ولا ما ثماش حرف الثاء ولا غيرها من الحروف احنا الحروف كلنا نطقهم بفضل الله شوية تحسينات أكثر ولا أقل إيه نعم امشي أيوة هكا واضح ثم أما ثم عاش تقرأ بهجر إيه نعم قبضناه قبضناه صرفنا ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس تراودها ولقد صرفناه وعيدها ولقد صرفناه بينهم فأبى ليذكروا ولقد صرفناه التصريف هذا تصريف القرآن من أجل ماذا؟ ليذكروا نعم تصريف بناء على ماذا؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ تصريف ولا مش تصريف؟ تصريف يعني أعطى عديد من الآيات الأولى يعني يحب يقول لهم وهم قالوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قادر هو قادر يحب يقول لهم هو قادر على أكثر من هذا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ إن حين تو كان نخرج البرة وانتم في التكييف ما شاء الله أخرج شوية البرة تشوف كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فينحيلك الظل تقعد غاد آية ولا مش آية ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا قا
القادر سبحانه وتعالى. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلى شوية بشوية، كان ينحي فرد مرة ها كلها آيات، فيحب يقول مش ما نطولوش. ولقد صرفناه، التصريف كما الآيات اللي يذكر فيها هذه، وهو الذي جعل الليل والنهار، وهو الذي خلق من الماء بشرا، كلها تصريف. ولقد صرفناه يعني القرآن ليذكروا، ليقفوا عند هذه الآيات ليذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الكفر ينجم يكون كفر بالله عز وجل، كفر ظاهر، وينجم يكون كفر خفي، مثل الجحود بالنعم. يعطيك ربي نعمة الدن والصحة والعافية، شوي كورونا العالم وقف، هاك نسيناها، احنا رجعنا للعري ورجعنا للدنيا الكل هكا ولا، ورجعنا للانحراف كانوا لم يكن. ها فربي يربط لك هالآيات هذية ليذكروا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صلى الله السلامة والثبات. أي أقرأ عن نشبر شوق أمشي. ولو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أمشي. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقفت أنا لفت قبليك كافي، يعطيك الصح. أنا ما يسالش فيه بركة. الوقت ما يسالش، اللي قريته فيه بركة. كل ترتيب كيفاش 30 شنو نتاع الشارك بها معناتها؟ اي 30 حزب من مريم للناس. من قال الم اقول لك سوره الكهف هكا يبدا الحزب حتى اخر سوره مريم هكا حزب. من الاعراف فتره ذوك زوز ارباع 30 اي 30 حزب. الحزب هكا يبدا قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا لاخر سوره مريم. وهكذا بالحزب. اي نعم وبالسلام. اي تفضلي. اي نعم وبالسلام. الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح. ملح كسرة الميم. ملح وهذا ملح. وهذا ملح فجاج. اي وجعل بينهما برزخا. برزخا مش خاو خاو خا ارفع فخمة. اي نعم. وهو الذي خلق من خلاق بين مفخمين الله ما يقول. وهو الذي خلق من خلاق خلاق خلاق. وهو الذي خلق من الماء بشرا وسهرا. اي أيوة والله. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما ارسلناك الا مبشرا مبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده. وكفى به بذنوب هكذا يلا. وكفى به عباده خبيرا خبيرا خبيرا. أيوة. الذي خلق السماوات خلق لا مرقع. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.
الرحمن جل جلاله. فاسأل به خبيرا خبيرا خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ومر ومر فخم الراء وما الرحمن وما الرحمن قالوا قالوا انسب القول لقوله وإذا قائله. قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فتح الله عليك بارك الله فيك. جيد. فما البعض يكف في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ويكف بعد يقول قالوا وما الرحمن ولا هو لقاء يهز روحه القول قبيح من حيث لا يدري ربما هذا بالسماع سمع القارئ الفلاني يقف هنا فيقف وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ويقف بعد يقول قالوا وما الرحمن هكا ولا هو مع القائلين انسب القول جملة كاملة لذلك الهبتي وقف هنا وهو أفضل. شكون عندك المصحف الأزرق توا في يده فيه في وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن المعلم الأزرق هذا حنا بعض تباع موجودة فيها وقف ما فيها شيء. طيب كامل أفضل أفضل أي أي نعم أقرأ أختي تفضلي. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار احنا عكسناها الآية هذه الليل متاعنا هو النهار طب. ها صحيح ولا لا؟ خاصة في الخليج في الخليج ما عندهمش ليل بكل ليل كامل هم فايقين قالبينها وهذا فيه مضرة حتى للأبدان تكثر الأمراض لأنه رب يجعل لك الليل راحة فهم قلبوا هالآية ذي تقلبت فأكثر الأمراض الآن ناتجة عن السهر اللي يعملوه هذا وقلبها هذه الآيات تلقاها الماضي ساعة وما زال يدور ها صحيح ولا قلب هذه كله. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمشي. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. صحيح. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ممتاز الله ينفع بك أحسنت ما شاء الله عليك. اللي بعد هاي ما شاء الله أهلا وسهلا مرحبا بالسلام. يا مولاي برزخ خاء خاء فخم الخاء ها وجعل بين لا جعل لا وجعل جاء شو جاء وجعل بينهما وجعل جاء أج جو جاء وجعل مش وجعل لا وجعل بينهما جاء أج جو وجعل بينهما هكذا جعل لا جعل جعل جاء أج قولي أج جاء جو جي يلا قول وجعل بينهما
برزخا وحجرا محجورا. مش محجو محا تصير مقلقلة محجو سكنة وحجرا وحجرا محجورا وحجرا مش را وحجرا محجورا. طيب امشي. وهو الذي خلق من السماء عارف كيف في عقلك شوف الآية مش مكتوبة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا دا دو دي صفاها من الهمس قديرا مشهورة هي قديرا مش تيرا تي لا قديرا قادي دا دو اي قديرا وكان ربك قديرا صلحها شوي بشوي. طيب واصل له ويعبد سكن العين ويعبدون من دون مش توني من دو دو دا دو من دو دو صحي صفا مش تو دو دا دو ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم صحيح وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا نعم وتوكل على الحي الذي لا يموت جل جلاله وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله ينفع بيك وربي يفتح عليك ما شاء الله لي. يا مرحبا بك. اللي بعدها حسنت يا معين قرب شوي الميكرو قربوا ليك صحيح ألم تر إلى ربك كيف مد الظل لم فيها بينية الظل مش الظل لا الظل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به
نحيي به بلدة ميتا ونسقياه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا، شددي الياء، وأناسي كثيرا، وأناسي كثيرا، زيد عودها، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا، زيد الكلمة الأخيرة، وأناسي كثيرا، صحيح تمشي، ولقد صرفنا صرفناه الفاء ما عندهاش علاقة بالتفخيم صرفناه ولقد صرفناه بينهم ليذكروا تشديد الكاف ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كسرة الهمزة إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صحيح ولو شئنا لبعثنا في كل قرية قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا كيف يعطيك الصحة أحسن الله إليك ما زال ثم رقم 8 وين رقم 8 موجودة رقم 8 أي مرحبا يا معين مرحبا معكم السلام اللهم قرب شوي الميكرو بدون استيعاب احنا في مجال القراءة واصل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات فرا ترقيق الفاء وتفخيم الراء وهو الذي مرج البحرين هذا عذب مش عذب بون لا عذب بو بو رقق الباء وضمها قولي بو الباء الباء وحدها قولي بو بو عذب فرات فرات وهذا ملح أجاج صحيح وجعل بينهما برزخا برزخا وحجرا وحجرا را وحجرا وحجر قلقلة الجيم أي وحجرا محجورا صحيح وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك رق الهمزة وما أرسلناك أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا مش من أجر لا من أجر إلا أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا زيد عود هاي قل ما أسألكم مرة ثانية ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده مش بحمده بحمده وسبح بحمده وسبح كسرة الباء وسبح بحمده صحيح. وكفى به بذنوب عباده خبيرا 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 الذي خلق السماوات في عقلك الذي خلق السماوات والأرض وما مش والأرض وما سكت والأرض وما والأرض وما مش والأرض وما والأرض
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى مش ثم لا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن فيشدد الواو صير مدغمة لا قالوا وما هكذا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أيوة أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فتح الله عليك وعليكم جميعا جزاكم الله كل خير أي قراءة جماعية لتكون هذا ومن بعد ننتقل إلى التكرار مع بعضنا البعض ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار واصل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح امشي الحزب متاعنا اليوم هو الثامن يستبشرون بنعمة من الله سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم إنما يملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن إن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فإن كذبوك نعم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أمشي أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وصل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أمشي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
ثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس مما توصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما امشي ولكم نصف ما ترك أزواج إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا زد عاودي وكيف تأخذونه وقد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أمشي أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعم أماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في بهن وين الغنة في النون بهن عودوا هذه مين تبدأ قولوا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير رجاء ماذا بينا ثمانية جيو ثم لجين تسعة غير ربع ثم اللي جاي العشرة وأنا قاعد الرافيين قاعدين يدخلوا رجاء منكم جيوا الثمانية علاش لأنه ثم بطاقة الحضور باش تولوا تعمروا تحطوا غياب نتاعنا اثنين كان ثم عندك معلوم باش تدفعوا على بكري ثلاثة كان عندك مراجعة سهل الثمن نتاعك أما جايني غير ربع ولا تسعة ماهوش معقول ما عادش نحب حتى حد يدخل لي في هالوقت هذا الناس كل الثمانية نتاع الصباح تجي هنا تعمل توقيعك تعمل المراجعة متاعك كان عندك معلوم باش تدفعوا تعملوا وتشد مكانك وتراجع أما غير ربع كذا مش معقول كالرجال كنت الرجال عملت لهم الملاحظة المرة اللي فاتت فهمتني وتو انتم عملت لكم الملاحظة هذه